بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية كل عام وحضراتكم بخير، ونحن في استقبال عام هجري جديد. اليوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021 تستقبل مديرية أوقاف السويس الدفعة الثانية من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 2 طن من اللحوم. ومعنا في هذا الأمر المهندسة فاتن رئيس حي فيصل. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة الهجرية، وبنشكر طبعا وزارة الأوقاف ومعالي الوزير لدعمه للموضوع دوت. صكوك الأضحية يعني حاجة جميلة واحنا بنشجعها، ويا ريت تكون مستمرة وإن شاء الله توصل لمستحقيها بإذن الله. إن شاء الله كل عام وحضراتكم بخير. وصلت الآن إلى محافظة الإسكندرية السيارة رقم 6 محملة بأربعة طن لحوم صكوك أضاحي. وصل الآن 22 طن إلى محافظة الإسكندرية. اليوم الاثنين 9/8/2021، اليوم الاثنين الموافق 9 أغسطس 2021، تم وصول الدفعة السادسة من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الجيزة وهي 2 طن، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 22 طنا. إنه في يوم الاثنين الموافق 9/8/2021 تم وصول الرسالة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 3 طن، ليصبح ما تم إيصاله إلى المديرية حتى الآن 18 طن. من محافظة دمياط اليوم 9/8 تصل الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي وعددها 2 طن. من محافظة الإسماعيلية تصل الدفعة الثالثة من لحوم صكوك الأضاحي لوزارة الأوقاف 4 طن، ليكون إجمالي دعم محافظة الإسماعيلية من لحوم صكوك الأضاحي لوزارة الأوقاف 10 طن. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.